الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا لها من آية عظيمة، ولكن ألا يوجد قصة نرسخ بها الحقائق في الأذهان؟ بلى يوجد، فأتى الله عز وجل بأجمع مثل وأبلغ قصة، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنمرود ملك بابل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ألم تر أيها الرسول، أعجب من هذا الذي جادل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمر ربه؟ انظر إلى جرأته وعناده فيما لا يقبل التشكيك. هو النمرود ملك بابل، أول من وضع تاج على رأسه، وأول من تجبر في الأرض وادعى الربوبية. قال مجاهد: ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود وبخت نصر. ومعنى حاجة جادل وخاصم في الباطل وليس في الحق، وما حمله على ذلك إلا أن آتاه وأعطاه الله الملك فتجبر. وسأل إبراهيم: من ربك؟ فقال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي الخلائق فتحيا ويسلبها الحياة فتموت، فهو وحده المتفرد بالإحياء والإماتة. وهذا من ذكاء وفطنة إبراهيم عليه السلام، لم يكتفي بقول ربي الله، بل أتى بصفتين من صفات الربوبية، صفة الإحياء والإماتة. فأتى النمرود بسجينين محكوم عليهما بالإعدام، فقتل أحدهما وعفى عن الثاني وقال: أنا أحيي وأميت. يا له من ساذج، سمى العفو عن سجين إحياء وقتل الآخر إماتة. كلنا نستطيع أن نفعل ذلك. وكان بإمكان إبراهيم عليه السلام بمنتهى السهولة أن يبطل قوله ويقول له: إن كنت صادقا فأحيي من قتلت. ولكنه لم يفعل، وبدلا من ذلك أعطاه الحجة الثانية والضربة القاضية. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. فقال إبراهيم عليه السلام: فإن الله الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق، فهل تستطيع تغيير تلك السنة الإلهية وتأتي بها من المغرب؟ فتحير هذا الكافر وانقطعت حجته وسقطت شبهته، لم يستطع أن يجيب وأخرس فلم يتكلم. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين إلى الحق والصواب، بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بالإيمان وولايته من الآن وإلى الممات. جزاكم الله خيرا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي
الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.